بلسمي داود روحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبمرد يا عز إخواني كلنا واحد في دبي. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حدي. مبرقة وطفيلي والعباوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عصمو. أعزائي المشاهدين ومن منطقة وادي صقرة في عمان، ونحن الآن في ضيافة أسواق وادي صقرة للمواد التموينية أو للتموين، وفي ضيافة أبو يزن السيد سمير عمان. سيدي مساء الخير. الله يسعد مساءك، أهلا وسهلا. سيد سمير، يعني ما شاء الله على هذه الأسواق اكتسبت السمعة الطيبة عبر سنوات في هذه المنطقة من عمان وبشهادة الجيران والمنطقة الحمد لله المعروفة وادي صقرة. سيدي، قبل أن نتحدث عن هذا المكان، حدثنا عنك شخصيا، أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء العمل في هذا الاستثمار تحديدا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي سمير علان. نعم. ولدت في عمان ودرست الثانوية العامة في جبل الويبدة، وتخرجت من الكلية بمؤهل دبلوم إدارة أعمال. جميل. يعني بعد التفكير والبحث والتحري زي ما بيحكوا، وجدت انه يعني الاتجاه نحو التجارة كان افضل وسيلة لتطوير نفسي وتطوير اعمالي وتطوير شغلي. جميل. فبعد التفكير يعني ارتأيت انه نستثمر في هذا المجال، والحمد لله الناس دائما بتاكل وبتشرب وكذا، وبالتالي قطاع حيوي. بالضبط بالضبط. جميل. وبدانا بدانا فيها من البدايه، من الصفر زي ما بيحكوها يعني. اسست في اي عام تقريبا اسواق؟ اسست في عام 2013. مش متاكد انا بصراحه اذا بدك يعني ولكن رغم يعني السنوات القليله الا انك اكتسبت سمعه طيبه بين الحمد لله. الحمد لله، احنا يعني خدماتنا الحمد لله كويسه، ويعني ومعامله الناس ممتازه، ويعني بنحاول انه قدر الامكان نقدم الافضل، نقدم الخدمه الافضل هو سر الشعبيه. الحمد لله. الحمد لله. الايدي العامله، حدثنا عن الايدي العامله لديك، هل هي من ابناء هذا الوطن؟ والله انا العماله عندي كلها من الخارج، يعني من الوافدين الاخوان المصريين. شو السبب؟ يعني حاولت انا يعني حاولت انه يكون العماله من الاردن، وحبذا انها تكون من الاردن يعني، بس للاسف يعني الشاب الاردني يعني يعتقد انه بجوز هذه المهنه انها فيها عيب، او يعني في ثقافه العيب ما زالت موجوده يعني. للأسف. اي نعم. فما بعرف يعني العام الاردني يعني لا يستمر معنا اكثر من 10 ايام 15 يوم فقط. العامل المصري يعمل لدينا ويسافر الى اهله ويعود، ويعني مستمر معنا ويقدم لنا خدمات ممتازة. ممتاز. سيدي، ماذا تقدمون في أسواق وادي صقرة للتموين؟ احنا مجالنا يعني نعمل في مجال الأجبان والألبان، وبيع المعلبات والمكسرات والسكاكر والمجمدات، يعني الأقسام بشكل كامل، كل ما يتعلق بها بخدمة الزبائن. جميل. يعني اللي بيدخل على السوق ممكن يشتري الخضروات، يشتري الفواكه، يشتري مثلا. احنا الخضروات يعني حديثا قمنا بإلغائها يعني. نعم. يعني اما سابقا كانت موجودة. سابقا كانت موجودة بحكم انه في يعني جار لنا اخذ محل. يا الله. يعني لما لقيت انه في واحد اخذ محل بجنبك لغيته. نعم. عشان يسترزق يعني. نعم. لغيت. نعم. القسم. نعم. لديك قسم للحوم مثلا؟ اللحوم المجمدة فقط. المجمدة. نعم. برضو اتوقع في ملحمة برا. موجود. في ملحمة بالخارج. نعم. اللحوم الطازجة لا ما بشتغل يعني فيها. يعني هذا شعور جميل أبو يزن، أنه يعني صاحب سوق تجاري وعندك كل الأقسام، أن تلغي أقسام حيوية لمجرد أنه في جيران إليك فتحوا في هذه المصلحة، بحيث أنه الرزق يتوزع للجميع. بالضبط بالضبط. بارك الله فيك، يعني هذا يعني شيء تشكر عليه. يعني هو يعني وصول الزبون للمنطقة هو خدمة للجميع يعني. صحيح. وبالتالي اللي بده يروح على الخضرة بروح على الخضرة بجنبك. بالضبط. اللحوم طبعا الطازجة بجنبك. بالزبط. المجمدة عندك موجودة على كل الأحوال. الحمد لله. وهذا شيء طيب يحسب لك يعني بنظرتك. أينا. أنك تنظر لجيرانك أيضا. الحمد لله. الحمد لله. وهذا ينم على الأخلاق العالية التي يا سيدي احنا كلنا خدمة لهذا البلد يعني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أبو يزن، يعني أرجو أن تذكر العنوان بشكل أدق مني أكثر، أين يقع أسواق؟ احنا أسواق وادي صقرة التموينية. نعم. نقع في شارع وادي صقرة بالتحديد بجانب مجمع زارة.
بجانب مجمع زارة. مجمع زارة. بالقرب من بنك الإسكان. بالقرب من بنك الإسكان. نعم. جميل. نعم. جميل. سيدي الأمن والأمان وهذه النعمة التي نعيش هنا في الأردن، ما هي الرسالة التي تود تقديمها لأبناء هذا الوطن؟ والله الرسالة هي أول شيء الحمد لله رب العالمين. نعم. والشكر لله على هذه النعمة. دائم. ومن ثم الشكر لجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله أطال الله في عمره على سياسته الحكيمة وعلى الرعاية التي قدمها والحماية التي قدمها لهذا البلد ولشعبه. نحمد الله والشكر لأجهزتنا الأمنية ولجيشنا العربي الباسل، الله يحميهم يا رب وظلهم دائما حامين هالبلد. وبالنهاية بشكر كمان مواطننا الأردني اللي عنده هالوعي وعنده هالدراية الكاملة، ويعني الحمد لله رب العالمين. ومعا وبتكاتفنا طبعا تكاتف الجميع الحمد لله بنعمة الأمان بتستمر والبلد إن شاء الله بتضلها بخير يا رب. آمين يا رب. آمين. آمين. أبو يزن، يعني لو قدر لحضرتك وكنت موجود في احتفال ما وشاهدت جلالة الملك وتشرفت بالسلام، والله نتشرف يعني أكيد، ماذا تود أو ترغب أن تقول لحضرتي سيدي؟ والله نحن يعني هذا من دواعي سرورنا أنه نشوف جلالة الملك ونشكره شخصيا و... يا الله. ونقدم له كل الدعم وكل الحب والولاء يعني. آمين. لأنه يعني الحمد لله يعني يستحق، لأنه الشيء اللي احنا منعيش فيه والأمان اللي منعيش فيه الحمد لله هذا كله بجهود. نعم. بفضله بجهوده بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. أكيد بلا شك. أبو يزن، كما نلاحظ بأنه ما شاء الله المحل يعني مرتب ونظيف والأسعار موجودة في بالنسبة للكود وفي كافة الرفوف وعلى كافة السلع. المحل مسعر بكامل الأقسام، يعني الأقسام كلها مسعرة والأسعار واضحة ومبينة لجميع الزبائن. كيف تجد تعاون الجهات المسؤولة حول هذه النقطة تحديدا؟ والله أول شيء يعني مشكورين الجهات المسؤولة، إحنا يعني بهمنا توجيهاتهم وبهمنا يعني دعمهم إلنا، يعني وبهمنا إنه تكون زياراتهم إلنا توجيهية أكثر من إنه توجيهات يعني من أجل المخالفة بحد ذاتها. يعني هو هذا العمل المطلوب ده، يعني إحنا يعني بني أدمين وممكن نخطأ وممكن يعني الواحد يغفل عن بعض الأمور، فبهمنا إنه يكون في توجيه قبل ما انه تتم عمليه المخالفه. يعني ممكن موظف يسهى عن شغله، ممكن موظف يسهى، وانسان يعني الانسان خطاء يعني، واحنا واخطائنا ما راح تكون يعني لا سمح الله بمضره للناس يعني بشيء تالف او هذا، لا احنا بنحكي قضيه اسعار وقضيه يعني الاسعار واضحه وموجوده، ممكن مرات يعني يكون في سعر مش واضح او هذا، فهي عمليه التوجيه افضل من انه يعني، لانه بالمقابل احنا عندنا التزامات برضه وعندنا مصاريف وعندنا يعني صحيح. يعني يعني اذا نطالب الجهات المسؤوله ان يكون دورهم يعني رقابي توجيهي قبل ان يكون رقابي من اجل المخالفه. بالضبط. اشكرك أبو مشكور. مشكور يا دكتور، شكرا لك. هم